بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل وكانت أعمارهم طويلة، ذكر رجلا لبس السلاح في سبيل الله 1000 عام بالنهار، والليل كان يقومه بالصلاة والعبادة، فتعجب الناس من ذلك. وذكر أيضا صلوات ربي وسلامه عليه 4 نفر من بني إسرائيل عبدوا الله تبارك وتعالى 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، وذكر منهم زكريا وأيوب وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون، فتعجب من ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم أن يتعجبوا، ونحن نتعجب أكثر منهم، لأن الواحد منا لا يستطيع إكمال يوم واحد دون أن يقترف ذنبا أو معصية. فجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله خيرا من ذلك. فقرأ عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم كاملا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وبعد ذلك نزل مفرقا على حسب الأحداث والوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وسميت بليلة القدر وذلك لقدرها وشرفها ومكانتها على سائر الليالي. وليلة القدر هي ليلة مباركة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلناه في ليلة مباركة. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، تقع في شهر رمضان المبارك. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا الاستفهام للتفخيم من شأنها. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي أن العبادة في ليلة القدر في ليلة واحدة أفضل من عبادة 1000 شهر. لو حسبناها بالسنوات، العبادة في ليلة القدر في ليلة واحدة أفضل من عبادة 83 سنة تقريبا. ولو حسبناها بالأيام، العبادة في ليلة القدر ليلة واحدة أفضل من عبادة 30,000 ليلة مما سواها. وهذا الفضل خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء يبشر أصحابه بشهر رمضان المبارك، قال عليه الصلاة والسلام: فيه ليلة، أي في شهر رمضان، خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة تتنزل طوال العام، تتنزل لتلاوة القرآن الكريم، تتنزل وتحيط بحلق الذكر، تتنزل لشهود الجمعة، وفي غيرها من المواطن تتنزل فيها الملائكة. ولكن في ليلة القدر يكثر تنزل الملائكة، وهذا يدل على كثرة البركة في هذه الليلة، ويدل على كثرة الرحمة في هذه الليلة. تنزل الملائكة والروح فيها،
والروح هو جبريل عليه السلام، وهو من الملائكة بل هو أعظم وأشرف الملائكة، هو الملك المقرب من الله سبحانه وتعالى، وكذلك ينزل في هذه الليلة المباركة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، هي مثلها التي في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. كل أمر قضاه الله سبحانه وتعالى في تلك السنة من الأرزاق، من الآجال يعني المواليد الذين سيولدون والناس الذين سيموتون، فيها يفرق كل أمر حكيم، أعمال سنة كاملة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام أي هي سالمة، سالمة لا شر فيها، سالمة من عمل السوء في تلك الليلة، سالمة أي تسلم الملائكة على كل مؤمن تلقاه في هذه الليلة. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أن وقت ليلة القدر ممتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهو وقت أذان الفجر. بعد أن تعرفنا على معاني سورة القدر، فما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا أيها الإخوة يا معاشر الصائمين أن نفعل كما كان يفعل نبيكم صلى الله عليه وسلم. كان صلوات ربي وسلامه عليه يجتهد في العشر الأواخر، ويعتكف في مسجده، ويوقظ أهله، ويحيي ليله كاملا، وكل ذلك من أجل أن يدرك ليلة القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ألا يحرمنا أجر ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم فيها من الفائزين المقبولين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من صحة وسلامة وعافية، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.